أكثر من 170 مشروعاً في ديالا للدواجن و80 أخرى لإنتاج بيض المائدة. بدأ المستثمرون في استخدام تقنيات متطورة لدخول المنافسة مع المدن الأخرى. الحقول الكبيرة اللي انشأت في محافظة ديالا تتبع نظام حديث، نظام الكيجز اللي هو أعداد كبيرة من الطيور تكون في الحقل الواحد. وصل الإنتاجية عندنا في محافظة ديالا أكثر من 51 مليون بيضة شهرياً. وتنتج ديالا أيضاً أكثر من 1,300,000 كيلوغرام من لحوم الدجاج شهرياً، كما يؤكد مستثمرون أن حقولهم يمكن أن تنتج كميات أكبر من اللحوم والبيض تسد حاجة السوق العراقية حال تلقى وحماية حكومية توفر الأعلاف بأسعار مدعومة مع تحسين الكهرباء والحد من دخول المنتجات المهربة رغم وجود منع لاستيرادها بقرار رسمي. إنتاجنا كل الزين، بس إذا صار الدعم بعد راح يصير أقوى. الانتاج مالنا اذا توفر لي علف وتوفر لي كهرباء وتوفر لي غاز وتوفر لي مولدات يصير الانتاج اكثر وتوفر لي مزرعه بالمحافظه مالتي. بالنسبه للافراخ كنا ناخذها ب 400 ل 450 دينار، اصبحت عندنا هسه الافراخ 1000 الى 1000 وربع. وعندنا الاعلاف كانت الاعلاف مناسبه 600 قل 600، هسه اصبحت الاعلاف من 800 ل 850. ويسوق مستثمرو الدواجن الكيلوغرام الواحد من لحوم الدجاج المحلية بسعر يتراوح بين 2500 و3500 دينار، أما البيض فتسوق الطبقة الواحدة بأكثر من 5000 دينار لتباع في الأسواق ب6000. واشترطت مديرية الزراعة على المستثمرين مؤخراً تشغيل خريجي كليات الهندسة الزراعية والطب البيطري في حقول الدواجن لتقليل معدلات البطالة وتحسين الانتاج المحلي في آن واحد. علي العنبقي يو تي في ديالا.